سهرتك انا النهارده قوي شويش. خالص خالص، اوعى تقولي كده. بس بجد المشوار كان مهم والدنيا متاخره. ميرسي قوي ان انت كنت معايا. انا تحت امرك دايما. بعدين بيني وبينك انا ما وريش اي حاجه، قاعد حطيت الاعلان ده وقاعد مستني اي حد يكلمني او يعبرني. ان شاء الله هتتكلم، صدقني انا حاسه انها هتتكلم. ان شاء الله. ميرسي قوي قوي ادهم. ولو حبيتي تروحي لنادر بكره انا فاضي، ما وريش اي حاجه. لا كفايه، انا تعبتك النهارده، انا هتصرف لوحدي. ميرسي. ماشي، يلا على خير. وانت من اهلك. باي. تصبح على خير. ما جاش برضه؟ ما جاش، بس اكيد حصل ظرف او حاجه خلاه مش قادر يبقى موجود. ظرف ايه يا ليلى؟ هتحكي عليا؟ ممكن انت بس ما تقلقيش، بكره ان شاء الله انا هتصل بيه وهحاول افهم ايه اللي حصل. انا زهقت يا ليلى، خلاص مش قادره. انت مش فاهمه انا بحس بايه كل ما بابا يجي يبوس راسي ولا يضحك في وشي. انت عارفه انا كنت هحكي له كل حاجه النهارده. اوعي اوعي ده يحصل. انا كل اللي بعمله ده عشان خايفه على بابا لحسن يجرى له حاجه. ارجوك يا مالي اهدي انت بس وسيبيني الموضوع ده، انا هتصرف. اكيد بكره هوصل له وهكلمه واخليه يعتذر لبابا واوفق بينهم. قومي انت يا حبيبتي، خلي بالك من نفسك. ممكن بقى تقومي تاخدي لك حمام دافي وتشربي حاجه دافيه عشان خاطر البيبي ده، عشان خاطر يا مي. ان شاء الله بكره يوم حلو. صباح الخير. وانتي يوم حلو. تدلع كمان. سيان يا استاذ ادهم، تعال بنك معنا يا استاذ ادهم. وانت؟ صباح الخير. فعلك وحش خالص. فعلك وحش. انا حاسسك كده انك بتتلذذ فيها كده، انك يعني 10 كده يعني. وحش وحش، طريقه وحشه كده. وانا برضه مزوجها حبتين في الاحترام يعني. خميسه ليلى. حضرتك سيادتك، عربية حضرتك، أخت حضرتك، يعني ما يعني إيه ده؟ ده أنا حتى ما بتكلمش كده مع الناظر للمدرسة. لازم أسترجل شوية، أبقى قاسي، عنيف. الستات بيحبوا القسوة.